السلام عليكم. يوم غائم في البر الغربي، محمد المنسي قنديل. انت قدام روايه، مش روايه كده مسليه وبتتسلى وبتضيع وقت وخلاص، لا، قدام عمل تقيل، روايه تستحق ان انت تقراها. حاجه مزجه ما بين التاريخ الحديث والتاريخ القديم، عصر الوقت الفراعنه وإخناتون وتوت عنخ آمون ابنه وما قبل ذلك وما بعد ذلك، مع فترة مصطفى كامل وفترة الاحتلال الإنجليزي. يعني مزج كده، انت ما يعني ما تقول هيجي ازاي، هو مزج كده حاصل في الرواية، من أبدع الروايات ومن أبدع الأعمال. ده غير طبعا أسلوب المنسي قنديل، محمد المنسي قنديل، أسلوبه سلس بسيط كده، وفي سرد، في بعض الناس بيحبوا السرد ده وبعض الناس ما بيحبوش، بس هو سرد مش ممل، سرد انت بتاخد الاحداث عماله تاخدك، التفاصيل عماله تاخدك من حدث، وفي نفس الوقت عمال تشوف احداث تاريخيه في تاريخك، وهتشوف حصل ايه في فتره الاحتلال، وهتشوف اثارنا اللي راحت بره واللي اتسرقت على مدار العصور، وهتشوف تفاصيل كتير جدا مفيده، مش مجرد عمل كده وبيعدي عليك وخلاص، ولا عمل كده تسالي ومش عارف حاجه كده روايه بتقراها، لا، انت قدام روايه الكاتب فعلا باذل فيها مجهود، والبطله بطله الروايه عائشه، هتبص برضو هتلاقي تفاصيل كتير في حياتها. مش عايز احرق الروايه ومش عايز اقول يعني تفاصيل، وهي كمان في بعض الاعمال اللي بيحبوا القرايه واللي بيقروا هيعرفوها، ان في بعض الاعمال لما تيجي تقول هي بتتكلم عن ايه بالظبط، مش هتعرف تلم قوي اللي بتتكلم عن ايه بالظبط، يعني هتاخد بس ملخص كده، مش هتعرف تقول 100% بتتكلم عن ايه، لان بتبقى العمل من كتر روعته وجماله وتقله، فهتيجي تقول اصل بيتكلم عن، لا، هو ما بيتكلمش عن حدث واحد لا، هو الروايه بتتكلم عن في تفاصيل، في احداث كتيره جوه في الروايه، فعمل دسم رائع تقيل مفيد، يعني يخليك عايز كمان تشوف، يعني عندك فضول كده ان انت تشوف الاثار بتاعتنا، الاثار المصريه، تتفرج على تروح اسوان والاقصر وتتفرج على الحاجات الجميله الرائعه دي، وتشوف تاريخنا كده وتتامل كده في اللي حصل في التاريخ كله، قبل تاريخ حديث وتاريخ قديم. ف يعني ترشيح الروايه لعشاق القراءه، روايه هتعجبك، للرائع محمد المنسي قنديل. الى اللقاء.